أشرك معي الآن السيد راجح بدر المتحدث باسم الحكومة. مساء الخير سيد راجح. مساء النور. تحية لك سيدي. إذا أنتم في الحكومة كيف تنظرون إلى هذا التراجع من قبل فريق الخبراء عن اتهام الحكومة الشرعية والبنك المركزي بغسيل الأموال وتهم طبعا الفساد الذي ذكرها أو ذكروها في التقرير؟ حقيقة نحن نعتبر أن هذا التراجع خطوة جيدة، لكن هذا لا يكفي، لأنه كما تعلمون يعني الاتهامات التي يعني ساقها فريق الخبراء للبنك المركزي ولبعض الشركات التجارية كانت اتهامات كبيرة وخطيرة. صحيح. أثرت على السوق اليمني بشكل عام، لم تؤثر فقط على هذه الشركات أو على الحكومة، أثرت على السوق أو على اليمنيين، على الشعب اليمني كافة. نحن الآن يعني نريد أن نعالج يعني مع الأمم المتحدة تبعات والنتائج التي حصلت جراء هذا التقرير. هناك كثير من المنظمات الدولية، كثير من الدول المانعة يعني اتخذت خطوات ومواقف نتيجة لهذا التقرير وهذه الاتهامات الخاطئة. الآن نحن نريد معالجة كافة هذه الخطوات على الأمم المتحدة مسؤولية الآن أخلاقية في التعاون وإيضاح الصورة أكثر للمجتمع الدولي للمانحين. ونتمنى يعني أنه مثل هذه الأخطاء الكبيرة وهذه الأخطاء الكارثية لا تتكرر. يعني نحن نستغرب أنه يعني أن تساق هذه الاتهامات دون أدلة كافية ودون تحقيق، يعني ودون تحقيق شفاف، تساق على يعني وتطلق من قبل فريق المفروض أن 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 يكون فريقا مهنيا وتكون منهجية، يعني منهجيته في إعداد التقارير وفي التحقيق منهجية واضحة وعلمية ومهنية محايدة. لكن في الأخير هذا التراجع هي خطوة جيدة وهذا يعني. طيب هل من خطوات الآن أنتم تقومون بها بالحكومة الشرعية بعد هذا التراجع؟ تحدث أنه يعني رحبتم يعني بهذا التراجع عن الخطأ، ولكن هل من الإجراءات تقومون بها أنتم كما تحدثت يعني كان لها آثار سلبية وكما تحدثت يعني أثرت على السوق اليمني، فبالتالي هل خطوات تقومون أنتم بها بعد هذا التراجع عن اتهام الحكومة والبنك المركزي؟ بالتأكيد. الآن الملف بيد وزارة الخارجية اليمنية، وأنا أعتقد أن هذا يعني الذي كان لها دور كبير في هذا التراجع، قامت بدور كبير وكبير جدا في التواصل سواء مع المجتمع الدولي أو مع الأمم المتحدة أو مع الفريق، وكان هناك جهود كبيرة بذلها معالي وزير الخارجية الدكتور أحمد عوض بن مبارك. والآن الخطوات القادمة يعني في يد وزير الخارجية، وننتظر الأيام القليلة القادمة. طيب قبل أن أختم معك سيد راجح، أيضا هل سيكون أيضا لديكم ملاحظات حول التدقيق أيضا ربما في تقارير أخرى سواء بما يتعلق بالشق عسكري أو حتى سياسي يعني من ضمن تقرير لجنة الخبراء؟ لا، يعني هي الجزئية التي وردت فيها اتهامات وتراجع عنها التقرير، لكن هناك كان منهجية وفي بقية أجزاء التقرير خاصة في الجانب السياسي هناك جهد كبير بذله الفريق أيضا في الجانب العسكري، لكن هذه الجزئية في الجانب المالي والاقتصادي هي التي يعني أخطأ وتراجع عنها الفريق. وإذا كان هناك يعني أخطاء في يعني في الجانب السياسي والعسكري وظهرت أدلة، يعني ليس من المعيب التراجع عنها. أيضا ربما من الأهمية بما كان نذكر أيضا لجنة الخبراء أيضا كان تقرير أيضا خلص إلى أن الحوثيين هم المسؤولون عن استهداف الحكومة في 30 ديسمبر. أيضا كيف تنظرون إلى أيضا هذا التقرير الذي خلص باتهام الميليشيا بشكل واضح أنها هي المسؤولة عن استهداف الحكومة الشرعية؟ نحن رحبنا بالتقرير بالنتائج وتهم الحركة الحوثية، وهذا جاء تأكيد لنتائج فريق التحقيق المحلي الذي يتهم الحوثيين بشكل واضح. حينها كان هناك مؤتمر صحفي لوزير الداخلية وأعلن اتهام الحوثيين بشكل واضح وصريح بالوقوف وراء استهداف مطار عدن. والفريق المحلي ايضا استعان، يعني عندما توصل لهذه هو استعان بعدد من الخبراء الدوليين، وتقرير فريق الخبراء هو اكد ما ذهب اليه فريق التحقيق المحلي. نعم، اشكرك سيد راجح بادي المتحدث باسم الحكومه اليمنيه، شكرا جزيلا لانضمامك معنا سيد راجح.